في المدخل على الطريقة الهوليودية كتبت مطماطة ترحب بكم بثلاث لغات، باللغة العربية بالفرنسية وبالإنجليزية. لا أجد بدا حتى إن كان معي رفيق أو معي زوجتي أو أسرتي أن أقف، فأشعر كأنها تلاطفني، كأنها ترحب بي، أحيانا أشعر أنها تلومني، لما تأخرت يا عثمان. فأقف صامتا، لا أحد يسمعني، ولكن في حوار صامت مع هذا الجبل الأول، هو الجبل الذي يستقبلنا، وتتحرك الأجيال. تتحرك الأجيال وتتحرك ذاكرة الطفولة، كأن لكل جبل صوت، وهذه الجبال حسب ارتفاعها وانخفاضها أحيانا يبدو لي أحدهم جبارا قاسيا يعاقب، وأجد بجانبه من يرفق ويحنو ويعطف. المكان ككل بجباله يتحول كأنه مشهد حي متحرك، وكل جبل فيه هو شخص له دور ما في علاقة بي أنا شخصياً.